كلام مليكنا أي الله جل وعلا. مليك الملك، الله جل وعلا هو الملك وله الملك وبيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو مالك الملك. وأما الملوك من بني آدم فإنما ملكهم عارية، يؤتيه الله من يشاء منهم ثم ينزعه منهم ويعطيه للآخر، تداول، باب التداول. أما الملك الثابت الدائم الذي لا يزول ولا، هذا ملك الله جل وعلا. الله جل وعلا عندما تقوم الساعة يقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. لو كان أحد له دعوة قال أنا الملك لي، لمن الملك اليوم، ما أحد يتكلم. ثم يجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد يعارض في هذا. فالملك لله جل وعلا، وإنما يهب من يشاء شيئا من الملك مدة محددة، ثم إما أن يموت وإما أن يؤخذ منه، ينزع منه بالقوة. نعم.